بسم الله الرحمن الرحيم. حصة العلوم لطلبة الصف الخامس، اليوم إن شاء الله يا خامس رح نبلش بالدرس الثاني وهو الطاقة الميكانيكية. طبعا يا خامس احنا في الحصة السابقة تعرفنا إلى السرعة وحكينا إنه السرعة هي المسافة التي يقطعها الجسم خلال وحدة الزمن، تقاس بالمتر لكل ثانية أو الكيلومتر لكل ساعة. إذا قطع الجسم مسافات متساوية في أزمنة متساوية فإن سرعته توصف بالسرعة الثابتة. ما ننسى قانون السرعة اللي تعرفنا عليه في الحصة السابقة، حكينا السرعة يساوي المسافة على الزمن، يعني V تساوي S على T. اليوم إن شاء الله تعالى رح نبلش بالدرس الثاني وهي الطاقة الميكانيكية. طبعا أول نوع من أنواع الطاقة الميكانيكية هي النوع الأول الطاقة الحركية. فبدنا نحكي عن الطاقة الميكانيكية لها أنواع، النوع الأول منها هي الطاقة الحركية. نلاحظ يا خامس من الاسم أن هذه الطاقة هي طاقة تمتلكها الأجسام التي تتحرك وليست ثابتة. إذا الطاقة الحركية هي طاقة تمتلكها الأجسام المتحركة، أي جسم عم يتحرك فهو يمتلك طاقة حركية. يعني الآن لما ننظر إلى الساعة نلاحظ أنه عقرب الثواني عم يتحرك، ما دام عقرب الثواني عم يتحرك فهو يمتلك طاقة حركية. الآن أنا لما أصير أمشي وأتحرك من مكان إلى آخر فإنه جسمي بيمتلك طاقة حركية. الآن هذه الطاقة الحركية ليس لها مقدار ثابت وإنما لها مقدار متغير. هل نعرف على ماذا يعتمد مقدار هذا التغير؟ إذا الطاقة الحركية هي الطاقة التي تمتلكها الأجسام المتحركة، فالإنسان وهو يتحرك يمشي مثلا أو يركض يمتلك طاقة حركية. الساعة عندما تتحرك فيها عقرب الثواني أو الدقائق أو الساعات فهي تمتلك الطاقة الحركية. المركبات المتحركة في الشارع لها تمتلك طاقة حركية. لما نشغل المروحة في المنزل وتصير تتحرك وتدور، هذه المروحة تمتلك طاقة حركية. الآن زي ما حكينا الطاقة الحركية تختلف من سيارة إلى أخرى أو من مركبة إلى أخرى. فمثلاً بحكي لك تختلف الطاقة الحركية في المركبات بسبب اختلاف سرعتها وكتلتها. إذا تختلف الطاقة الحركية في المركبات بسبب اختلاف سرعتها وكتلتها. فمثلاً شو يعني اختلاف سرعتها؟ يعني كل ما مشت السيارة بسرعة أكبر بتكون بتمتلك طاقة حركية أكبر. فالسيارة التي تسير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة هذه تمتلك طاقة حركية أكثر من السيارة التي تسير بسرعة 80 كيلومتر في الساعة. إضافة إلى كتلتها، يعني الشاحنة الكبيرة تمتلك طاقة حركية أكبر من السيارة. السيارة الصغيرة تمتلك طاقة حركية أكثر من دراجة مثلا. القطار يمتلك طاقة حركية أكبر من الشاحن وهكذا. إذا الطاقة الحركية التي تمتلكها المركبات تعتمد على سرعتها وعلى كتلتها. الآن مثلا لو كان في عندي سيارتين نفس النوع، أي السيارتين تمتلك طاقة حركية؟ بما أنه السيارتين نفس النوع يعني إلهم نفس الكتلة، فالطاقة الحركية للسيارة التي تتحرك بسرعة أكبر تكون أكبر من الطاقة الحركية للسيارة الثانية. يعني إذا تساوت الكتلة إحنا نطلع على السرعة، فالسيارة الأسرع هي التي تمتلك طاقة حركية أكثر. إذا في عندي هون سؤال، ما العوامل التي يعتمد عليها مقدار الطاقة الحركية لجسم ما؟ العوامل التي يعتمد عليها مقدار الطاقة الحركية تعتمد على كتلة الجسم وسرعته. إذا كتلة الجسم وسرعته، كتلة الجسم وسرعته. ننتقل الآن إلى النوع الثاني من أنواع الطاقة الميكانيكية وهي طاقة الوضع. إذا نستنتج أن الطاقة الميكانيكية تقسم إلى قسمين، طاقة حركية وهذه الطاقة التي تمتلكها الأجسام المتحركة، والنوع الثاني من أنواع الطاقة هي طاقة الوضع. الآن اللي بدي أعرفه يا خامس عن طاقة الوضع أن هذه الطاقة تمتلكها الأجسام الساكنة. إذا طاقة الوضع هي الطاقة التي تمتلكها الأجسام الساكنة. فالفتاة هنا في هذا المكان هي ساكنة ما عم تتحرك، فتمتلك في هذا الموضع طاقة
نسميها طاقة وضع. إذا طاقة الوضع هي طاقة تختزن في جسمه في الجسم وترتبط بموضعه. يعني هنا طاقة وضع، وهنا ممكن الشخص يعمل يتحرك على هذه المزلقة من هذا المكان. لاحظ المكانين مرتفعين مختلفين في الارتفاع. الآن الطفل اللي هون راح يمتلك طاقة وضع أقل من هذا الطفل، فطاقة الوضع تزداد كلما زاد الارتفاع. إذا طاقة الوضع تحتمد ترتبط بموضع الجسم أو بارتفاعه، فهي تزداد كلما زاد ارتفاع الجسم. الآن متى تكتسب، في عندنا هذا السؤال، متى تكتسب الأجسام هذه الطاقة؟ متى تكتسب الأجسام طاقة وضع؟ تكتسب الأجسام طاقة وضع بسبب وجودها في مجال الجاذبية الأرضية عند موضع مرتفع عن سطح الأرض. الآن زي ما حكينا ما هي العلاقة؟ كلما زاد ارتفاع الجسم عن سطح الأرض زاد مقدار طاقة الوضع المختزنة فيها. إذا نستنتج أن طاقة الوضع تعتمد على ارتفاع الجسم وأيضا تعتمد على كتلة الجسم. فنلاحظ في هذا الشكل هنا هذه الصخرة الكبيرة والمرتفعة تمتلك طاقة وضع أكثر بكثير من الطاقة التي يمتلكها الحجر. إذا نستنتج مما سبق أن طاقة الوضع تعتمد على كتلة الجسم وارتفاعه عن سطح الأرض. إذا درسنا كان بتحدث عن نوعين من أنواع الطاقة الميكانيكية. النوع الأول هي الطاقة الحركية اللي بتمتلكها الأجسام المتحركة، تعتمد على سرعة الجسم وعلى كتلته. النوع الثاني من أنواع الطاقة الميكانيكية هي طاقة الوضع، هذه تكون مختزنة في الأجسام، فهي تمتلكها الأجسام الساكنة، تعتمد على ارتفاع الجسم عن سطح الأرض وعلى كتلة الجسم. يعطيكم العافية.